المخابرات النمساوية تحدد 5 أخطار أمنية على البلاد. وزيرة الدفاع تشدد على التعاون مع الناتو دون المساس بالحياد. وزير الداخلية يدعو لترحيل السوريين إلى حضن الأسد في اللاذقية. المستشار النمساوي في جولة تفقدية في الحي العاشر بفيينا. السوريون في مقدمة الحاصلين على الجنسية النمساوية. دراسة تكشف عن طلب الطعام الصحي في المدارس النمساوية. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. حذرت إدارة حماية الدولة والمخابرات من خطر هجوم داعش في النمسا في تقرير حماية الدستور لعام 2023. وتعيش النمسا ثانية أعلى مستوى تحذيري من الإرهاب، حيث أبرز التقرير التحديات مثل معاداة السامية والإسلاموية ورافضي الدولة، بالإضافة لناشطي المناخ، فيما شدد وزير الداخلية كارنر على عدم التساهل مع الدعوات لإقامة الخلافة، مشيرا لتطور الوضع الأمني بعد الصراع في الشرق الأوسط. وحذر رئيس المخابرات عمر هجاوي بريشنر من فرع داعش خراسان الذي يسعى لتأسيس خلايا إرهابية له في أوروبا. أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر استمرار التعاون بين النمسا وحلف شمالي الأطلسي الناتو على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشددة على أن هذا التعاون يعزز الأمن الدولي ويعالج التحديات المشتركة دون المساس بسياسة حياد النمسا. وفي كلمة لها أمام البرلمان، أوضحت تانر أن التعاون مع الناتو يتيح للنمسا المشاركة في مبادرات أمنية هامة مثل مبادرة الدفاع الجوي الأوروبية سكاي شيلد، كما أشارت إلى تحديث المعدات العسكرية بما في ذلك شراء 4 طائرات S-390 من شركة إمبارار البرازيلية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية. أعلن وزير الداخلية النمساوية جيرهارد كارنر عن نجاح سياسة اللجوء المشددة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى النمسا، وذلك بفضل زيادة الضوابط الحدودية والترحيلات. وأوضح كارنر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المضبوطين على الحدود مع المجر انخفض بشكل شبه تام، وأشاد كارنر بجهود تسريع إجراءات اللجوء وحملات الترحيل الصارمة، ودعا إلى ترحيل المزيد من المهاجرين الأفغان والسوريين إلى اللاذقية باعتبارها منطقة شبه آمنة حسب وصفه. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية النمساوية انخفاضا كبيرا في الجرائم بمنطقة فافوريتن في فيينا منذ تطبيق حظر الأسلحة قبل 6 أسابيع، وانخفضت الجرائم بأكثر من النصف، حيث تم ضبط 11 سلاحا والتحقق من هوية نحو 1000 شخص مع تقديم 190 بلاغا. وعلى مستوى فيينا أجريت 8700 عملية تفتيش، بينما على مستوى النمسا تم التحقق من هوية 14,000 شخص. وأشاد وزير الداخلية كارنر بحظر الأسلحة مؤكدا استمرار الاستراتيجية، ودعم المستشار نيهامر المبادرة، وذلك أثناء جولة ميدانية لهم في المنطقة. شهدت النمسا زيادا في حالة التجنيس خلال الربع الأول من هذا العام بعد انخفاض طفيف في العام الماضي. ووفقا لبيانات إحصاءات النمسا، تم منح الجنسية النمساوية ل 5377 شخصا حتى مارس، بزيادة قدرها 63% مقارنة بالعام الماضي، ويعود الارتفاع إلى تجنيس ضحايا النازية وعائلاتهم، ووصل عدد الآخرين إلى 3340 شخصا، معظمهم سوريون 616 شخصا، والأتراك 373، بينما الأفغان 287، وكان نصفهم من النساء، ومنحت 3/4 الجنسيات بناء على الحق القانوني، والباقي بناء على الاندماج والتقدير. أظهرت دراسة استقصائية عبر الإنترنت أن هناك طلبا كبيرا على الطعام الصحي والمعرفة المتعلقة به في مدارس النمسا. وكشفت الدراسة التي أجرتها ممثلية الطلاب الوطنية
بدعم من جمعية لاندشافت ليبن عن عدم رضا الطلاب عن الطعام المقدم، حيث شملت الدراسة 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما. وقال خبراء الدراسة أن ثلث الطلاب في النمسا يعانون من زيادة الوزن، وأظهرت الدراسة أن 68% من الطلاب يأكلون كل شيء، بينما 49% يرغبون في تناول طعام صحي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا مشاهدينا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم اللجي، أطيب الأوقات، إلى اللقاء.